أيام قلائل على إتمام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الأول، بينما تحتدم المعارك بين الجانبين. الجيش الروسي يحاول بسط السيطرة الكاملة على مناطق أوكرانية، وعلى الجانب الآخر تستمر كييف في تلقي الدعم العسكري والمادي من حلفائها. آخر التطورات في الميدان، سيطرة القوات الروسية على منطقة داتشي شمالي مدينة أوغليدار في دونيسك. أوغليدار الواقعة جنوب غرب دونيتسك هي مركز لوجستي مهم، وستؤدي السيطرة عليها إلى فتح فرص لمهاجمة المواقع الأوكرانية في عدة اتجاهات، كما ستسمح بقطع إمدادات القوات الأوكرانية في اتجاه مارينسكي. وفي دونيتسك أيضاً، أفادت السلطات بأن القوات الأوكرانية قصفت عدداً من الضواحي بقذائف مدفعية تستخدمها دول الناتو، حيث يتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف. وبالرغم من هذا القصف الأوكراني، يرى مراقبون انخفاض أعداد الضربات الأوكرانية على دونيتسك إلى حد غير مسبوق بسبب نقص الذخيرة لدى الجيش الأوكراني. وفي لوهانسك، دمر الجيش الروسي معسكراً للقوات الأوكرانية بصاروخين حراريين غير موجهين، حيث تعتمد القوات الروسية إلى الاستهلاك الضئيل للذخيرة. وفي خرسون شرقاً، أعلنت القوات الروسية تدمير محطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات. وفي حين تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في خاركييف، سمع ذو انفجارات في مدينة تشوغويف بالمنطقة، بينما قال الجيش الأوكراني في خاركييف إن القوات الروسية ركزت جهودها على اختراق خطوط دفاعها في منطقة كوبيانسك. القوات الأوكرانية من جانبها أعلنت شن ضربات جوية على مواقع مختلفة لتمركز القوات الروسية في أوكرانيا. وأضاف الجيش الأوكراني أنه تم تدمير صاروخين من طراز كاليبر، كما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية مجموعة من الجنود الروس. وأشار الجيش إلى أنه في المقابل شنت القوات الروسية غارات جوية لاسيما على البنية التحتية.